بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، فقال: فبما رحمة من الله، أي بسبب رحمة الله عز وجل وفضله عليك أنه خلقك بالأخلاق الفاضلة، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لنت لهم، لنت لأصحابك، وكذلك الداعية يلين الكلام للمدعو، لأن ذلك أدعى للقبول، كما قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعية يلين مع المدعو إذا ولو كان كافرا، لأجل أن يجلبه إلى قبول الدعوة، ويلين مع المؤمن من باب أولى عندما يعلمه أو يوجهه بتوجيه أو ينبهه على خطأ، فإنه يكون أيضا باللين والكلام الطيب، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم بين سبحانه وتعالى ما في ضد هذه الصفات الكريمة، أو هذه الصفة الكريمة من السلبيات، فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب مع أصحابك ومع الناس، فيك فظاظة وغلظة وعدم تلطف بالناس، لم فضوا من حولك، تفرقوا من حولك ولم يقبلوا على دعوتك. فهذا فيه تعليم للدعاة إلى الله عز وجل أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الكريمة وأن يتجنبوا ضدها. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأوامر مع المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم. العفو عدم المؤاخذة على الخطأ وعلى السيئة، فينبغي إن المسيء والمخطئ يعفى عنه، لأن ذلك يرغبه في الخير ويحبب إليه الداعية إلى الله عز وجل ويحبب إليه الخير. أما لو أوخذ على خطأ أو أوخذ على أول زلة فإن ذلك ينفره، فاعف عنهم. ولا يكفي العفو عنهم، واستغفر لهم. مع العفو عنهم يستغفر لهم، يعفو عنهم فلا يعاقبهم، ولا يقتصر على هذا بل يستغفر لهم، يطلب لهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى مما حصل منهم. وشاورهم في الأمر، المشاورة هي استطلاع الرأي في مهمات الأمور الملتبسة والمجملة، فإذا حصل أمر ملتبس ومجمل وهو مهم للناس والناس بحاجة إليه، فلا بد من المشورة
بين ذوي الرأي وذوي الخبرة، فولي الأمر يستشير أهل الخبرة ويستشير أهل الرأي، وهذا أيضا مما يطيب خواطرهم ويؤلفهم مع إمامهم ومع قائدهم ومع عالمهم ومع من له شأن في المجتمع، أنه يشاور ولا يستبد برأيه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يوحي إليه بالوحي ويسدده، ومع هذا قال له وشاورهم في الأمر، في الأمر الذي فيه مشورة. أما الأمور الظاهرة التي تظهر مصلحتها ويظهر فيها الخير، هذه لا تحتاج إلى مشورة، وأما المشورة إنما تكون في الأمور المبهمة والأمور المهمة. شاورهم في الأمر. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله وأمرهم شورى، مدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، ولأن الشورى فيها استطلاع الرأي والآراء، فلعل الصواب يكون في بعض الآراء. ولو أن الشورى تركت لكان هذا عرضة للخطأ، وأيضا هذا فيه تنفير للأتباع، فكونه يشاورهم هذا فيه جلب لمودتهم واستقطاب لهم. وشاورهم في الأمر. ثم قال جل وعلا فإذا عزمت على أمر من الأمور فلا تتوانى، إذا ظهر لك المصلحة وظهر لك المشورة في أمر من الأمور فبادر ولا تتوانى. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني لا تكتفي أيضا بالأسباب، وإن كانت الأسباب نافعة ومفيدة كالمشورة، لكن لا تعتمد على ذلك، بل توكل على الله. اجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب، هذا طريق المؤمنين. إن الله يحب المتوكلين، هذا فيه الثناء على التوكل على الله، والتوكل على الله هو أصل العبادة ورأس العبادة، وأعظم أنواع العبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أن الله يحب المتوكلين، فهذا فيه وصف الله لأنه يحب عباده، يحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب المحسنين. وفي ضمن ذلك ومفهومه أنه يبغض المسيئين والكفار والمنافقين، فهذا فيه إثبات وصف المحبة لله عز وجل، وأنه يحب بعض عباده المتصفين بصفات الخير وصفات التقوى وصفات الإحسان وصفة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة فيها آداب عظيمة يجب أن يتحلى فيها ولي الأمر، ويتحلى فيها الداعية إلى الله، ويتحلى فيها أهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحلى فيها المعلم الذي يعلم الخير ويعلم الناس العلم النافع، ويتحلى فيها كل مؤمن. فهي صفات عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.